اهلا السلام عليكم يوسف، ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم الدرس ديالنا، كنت كنشرح لكم في الدرس السابق عبر قليل من هم الأطراف الأساسية اللي كتستعمل البرامج بصفة عامة، كيف ما كندخل البرامج كيف الكالكوليتريس، الوورد، تيروجيسيال، لي جو، كلشي عبارة عن برامج. المهم، الأطراف الأساسية هم ثلاثة: كاين المبرمج، وكاين الكمبيوتر، وكاين المستعمل. الكمبيوتر هو المكان الذي يشتغل عليه البرنامج، هذه لا داعي لنشرحها، ما عرفتيهاش هضرة أخرى. شوفوا دابا نشرحوا المستعمل. كيف ما كتعرفوا، الكمبيوتر هو اللي كيخدم البرامج، ميمكنش البرامج يخدموا في السماء بوحدهم، ضروري كان كمبيوتر كيخدموا عليه. شوفوا دابا شكون هو المستعمل. كنعرفوا المستعمل هو الذي يستعمل البرنامج. رجع لكم المثال السابق، قلت لكم كالكلاتريس مثلا اللي عندنا في ويندوز 7. هاد الكالكلاتريس هذه عبارة عن برنامج. البرنامج كنستعمله انا، الوظيفة ديالو كيحسب لي داكشي اللي باغي انا. مثلا بغيت نحسب 10 زائد 12، 10 زائد 12 تعطيني 22، نسيت هو ديال الوظيفة ديالو. انا مشيت نستخدم البرنامج بحيث باغي واحد الوظيفة يديرها، يقوم بها، بحتاجه لواحد الوظيفة معينة. هذا هو الدور المستعمل، ملي كيحتاج البرنامج كيمشي يخدم به سيتو. اما المهم، نكملو في شرح المستعمل، غادي نزيد نكملو. ها هو، من هو المستعمل؟ المستعمل هو الشخص الذي يقوم باستعمال البرنامج من اجل القيام بوظيفة معينة، كما شرحت لكم. مثلا فيسبوك، انا كندخل مثلا الفيسبوك، كنشاطي، انا مستعمل ديال البرنامج ديال الفيسبوك. نشرح لكم بهاد الصيغه هادي باش تزيد تقرب. ندخل كنشاطي، اذا انا مستعمل ديال فيسبوك. واش بغيت نشرح لكم هاد المصطلح ديال المستعمل من هو؟ سيتو. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس القادم. مع السلامه.